دي مسألة جت في الأزهر 2000، مسألة مهمة. بيقول لي ملفين دائريين متحدين المركز، نص قطر أولاني لو كان R، تاني ضعفه يعني 2R، بيمر فيهم تيارين متساويين، يعني ده I وده I. فإذا كان التيارين في اتجاه واحد كانت كثافة الفيض عند مركز الملفين بتساوي B، ولكن إذا عكس التيار في الخارجي كانت النتيجة كثافة الفيض عند مركز الملف بتقل إلى النصف. أوجد النسبة بين عدد لفات كلا الملفين. أوجد النسبة بين عدد لفات كلا الملفين. كتبنا اللي هو ادهولنا في شكل معادلات إن كثافة الفيض عند مركز الملفين في الوضع الأول بيساوي بي واحد اللي هي الداخلي زائد بي اتنين، أما كثافة الفيض في الوضع الثاني 0.5 بي قلت للنص، يعني بتساوي بي واحد ناقص بي اتنين. بي اتنين ده الخارجي. هبدأ بقى أفك الكلام ده، القوانين أفك الوضع. بس دي المعادلة واحد ودي المعادلة اتنين. عايزين نفك دي، بي وان بتساوي ميو ان وان اي على اتنين ار، عشان اي هنا ودي ار واحدة، التانية اتنين ار، يبقى بقت اربعة. اتنين في اتنين باربعة عشان القانون في اتنين، بقت اربعة وهنا اي. طب ما انا اقدر اخد ميو على اتنين ار مشترك ومعاهم اي، اقدر اخد ميو اي على اتنين ار مشترك، لان ده الثابت هيبقى ان وان زائد ان تو على اتنين. نشوف اهو، خدت ميو اي على اتنين ار مشترك، بقى ان وان زائد ان اتنين على اتنين. طب ما انا لو كررت نفس الكلام تحت هيبقى نفس الكلام، بس الفرق هتبقى ناقص. نفس الكلام ده هيطلع بس تكون الناقص، هتبقى هنا ناقص ان وان ناقص كذا. نكتب الكلام ده اهو، اتكتب نفس الكلام بس بعلامة ناقص. هنخلي المقدار ده كله بيساوي نص بي، ده بيساوي بي وده بيساوي نص بي اللي هو كثافة الفيض عند مركز، يعني ده بيساوي كثافة الفيض بي اللي انا فرضها بي، وهنا بيساوي نص بي. تعال نكتب الكلام ده برضو اهم كأنهم المعادلتين. طب ما نقسم المعادلتين دول على بعض ونشوف هيطلع ايه. نقسم المعادلتين بقسمة المعادلتين واحد واثنين على بعض اشوف هيطلع ايه. ان انا بان 1 زائد نص ان 2 على ان 1 ناقص نص ان 2 بيساوي 1 على نص. هضرب طرفين في وسطين واشوف النتيجة هتطلع شكلها ايه. بعد الاختصارات طلع ان ان 1 على ان 2 بتساوي 3 على 2. بعض الناس حلت المسألة دي طلعت النتيجة 2 على 3 تلتين، يعني ليه؟ لان هما فرضين، انا احنا هنا فرضين ان ان 1 الملف الداخلي، ملفات الملف الداخلي، وان 2 ملفات الملف الخارجي. هما كانوا عكسين، كانوا عكسين، فرضين ان ان 1 هي الخارجي وان 2 هي الداخلي، فهي لكن الحل سليم لان هو ما حددش في المسألة النسبة بين الخارجي للداخلي. احنا كده جبنا ان عدد لفات الداخلي اذا كانت 3 يبقى عدد لفات الخارجي 2. مسألة حلوة تاني برضك، ان هو بيكلمني بيقول لي ان كان عندي سلك عمله لفة واحدة ونص قطرها ار واحد، وبعدين عملوا اربع لفات نفس السلك اللي هو نفس الطول، عملوا اربع لفات بنص قطر ار تو. بيقول لي قارن بين كثافة الفيض في الحالتين، في الحالة دي للحالة دي. يا ترى كثافة، طبعا شيء طبيعي احنا يعني قبل ما نبدأ نحل المسألة، كثافة الفيض لما نص قطر بيقل بتزيد، ده كمان عدد اللفات. يعني هو ما احنا ما نعرفش نص قطر ايه علاقته بنص قطر ده اللي اتحول لايه، لكن نقدر نقول ان انا عندي ان بقت اربع مرات، يعني معنى كده ان كثافة الفيض بس عن طريق ان زادت اربع مرات. طب يا ترى نص القطر حصل فيه ايه؟ لو قدرت اجيب العلاقة بين نصين القطر اضرب كمان الرقم اللي هيطلع لي في الاربعة دي يطلع النسبة. شفت الكلام؟ اقول تاني، لو انا قدرت اجيب العلاقة بين نصين القطرين دول اضرب الرقم اللي طالع، يعني مثلا فرضنا نص القطر ده طلع قد ده اربع مرات، يعني ده
الكبير قد الصغير ده 4 مرات، يبقى اضرب 4 في 4 تطلع 16، يعني كأني ده ربع ده، يبقى اضرب ال4 في 4 تطلع 16. يبقى ليه؟ لان القانون اللي بيدفعني ان انا افكر بالطريقة دي، لان القانون بيقول ايه؟ طبعا شدة التيار فيهم واحد، شدة التيار فيهم واحد. فانا شايف ان بي بتتناسب عكسي مع ار، وبتتناسب طردي مع ان. فتعالى نشوف علاقة الار واحد بالار اتنين ايه. انا عارف ان طول المحيط ده بيساوي 2 باي ار 1، وده بيساوي بقى هيساوي ايه؟ 2 باي ار 2 في 4، اللي هو طول السلك، عشان اقدر اجيب ار 2. هنا طول السلك بيساوي 2 باي ار 1، وهنا طول السلك بيساوي 4 2 باي ار 2، يبقى كأن 4 2 8 باي ار 2 بتساوي 2 باي ار 1. اذا ار 1 بتساوي 4 ار 2، ار 1 بتساوي 4 ار 2. يعني ايه؟ ار 1 دي تفصل 4 من دي، يبقى احنا زي ما اتفقنا في القانون بتاعنا النتيجة هتطلع 16، يعني النسبة بينهم 1. اذا كان ده كثافة فيض 1 ده هتبقى 16، لان 4 اللي طلعت دي هتضرب في ال4 ال-N يبقى 16. تعالى بقى نشوف خطوات الحل، طريقة الكتابة يعني برغم ان احنا عرفنا الحل خلاص مبدئيا، ولازم يكون عندك تصور للحل، يعني انت متصور الحل قبل ما تبدأ تحسبها. بي 1 في الوضع الاولاني بتساوي ميو اي على 2 ار 1، يعني كأن بي 2 بتساوي 4 ميو اي على 2 ار 2، بس ار 2 تتشال وتتحط ربع ار 1، الربع دي هتطلع فوق تبقى 4 في 4 ب16. تابعت معايا طبعا الحاجات اللي اتكتبت وعرفت ان بي 2 على بي 1 هتطلع 16. طب ما تيجي نراجع كده فكرة المسألة تاني في كلام بسيط. اما تجيلي مسألة زي دي وسلك واحد هو نفس السلك وتلف 4 لفات بنفس طوله، اعرف ان ال هنا بتساوي ال هنا، ال هنا 2 باي اللي هو المحيط 2 باي ار 1، وال هنا 4 اللي هي عدد اللفات في 2 باي ار 2. اجيب من الشكل ده العلاقة بين R1 و R2، الاقي ان R1 طبعا شيء طبيعي انها تبقى 4 مرات R2، لان هو نفس السلك، ف R2 بقت صغيرة، يبقى كأن R1 على R2 بتساوي 4، يعني R1 تفصل 4 مرات R2. بعد كده ابدأ اجيب كثافة الفيض في الوضع الاولاني وكثافة الفيض في الوضع التاني. ابص الاقي ان كثافة الفيض في الوضع الاولاني ميو اي على 2 ار 1، في الوضع الثاني 4 عشان ان يعني ميو اي 2 ار 2. طب ما انا اشيل ار 2 واحط بدلها ربع ار 1، ربع ار 1 العلاقة اللي بينهم، الربع دي هتطلع فوق تبقى 4 4 في 4 ب16، واخلي بالي من الحاجات دي، يبقى هنا 16 عشان اخلي الشكل الناتج ده، اخلي الحاجتين دول زي بعض زي ما حصل هنا، اخلي الشكلين دول الجزء اللي هنا ده زي الجزء اللي هنا، وانا ماشي بالترتيب. يبقى هنا ميو اي 2 ار 1 اهو اللي هي بي 1، وهنا 16 ميو اي 2 ار 1. طب ما الكلام ده هو بي 1، يعني بي 1 دي هي الكلام ده، هي الحتة الحمراء اللي انا معلم عليها دي. اذا بي 2
اللي هي بي 2 دي بتساوي 16 بي 1. اشيل الكلام ده لان ده بيساوي بي 1، اذا بي 2 بتساوي 16 بي 1، اذا بي 2 على بي 1 بتساوي 16. يعني كثافة الفيض في الملف الثاني الصغير اللي هو بعد اختزال نص قطره الى الربع وعدد لفاته زادت لأربعة، اصبح عبارة عن 16 مرة كثافة الفيض. وده شيء طبيعي لان احنا عارفين من العلاقة بتاعتي ان الكلام ده كلام يعتبر كلام منطقي وكلام طبيعي. يبقى الهدف من نوعية المسائل اللي خدناها دي، الهدف من نوعية المسائل اللي احنا خدناها دي ان احنا يبقى عندنا نوع من التركيز في فهم المسألة مش مجرد حله بس. يبقى انا ما بفهم المسائل يبقى حتى لو طلعت لي ارقام في المسألة غير منطقية ابقى انا بعيد براجع تاني. يعني لو جي واحد قام طلع الفكرة في الاول هو بيفكر كده يبقى عارف الحل هيطلع ايه بالسنس بس ما يكتبش، يبدأ يكتب بقى الخطوات ويشوف الحل. ممكن هو بيكتب الخطوات دي يغلط في رقم، يغلط في اختصار، فيبقى عارف ان السنس بتاعه كان بيقوله ان النسبة هتطلع 16 زي ما احنا قلنا الاربعة والاربعة في بعض 16، وفعلا كان ممكن نغلط في الوسط واحنا بنقسم ولا اي حاجة، واي حد وارد انه يغلط في الاختصارات وخاصة اذا كان بيشوف المسألة لاول مرة في الامتحان مثلا. فالمراجعة في مراجعة المسائل دي بتدي نتائج جيدة جدا، ان انا بشغل السنس بتاعي بحس بالارقام. طبعا ده بيجي ازاي؟ بيجي بان انا بحل مسائل كتير، عشان كده احنا بنحط لكم مسائل كتير. يعني دي المسألة رقم 33 لحد بس عند الملف الدائري، يبقى احنا حلينا في الملف في كثافة الفيض المغناطيسي لخط مستقيم لسلك مستقيم وملف دائري حطينا 33 مسألة إلى الآن.